هناك أربع خطوات تزيد الألفة في الاجتماعات عموما. أولا، لا تعاتب على كل زلة، وإلا ستعيش وحيدا منعزل. يقول محمد بن بنيان: الصاحب اللي ما يجي منه تقصير يبقى بعيني دوم راعي طويلة، أدمح له الزلة وسوق المعاذير، وارضيه وارضى عنه لجأت ميله. ثانيا، التغافل إلى حد التغابي، ربما مزحة، كلمة طائشة، خانة التعبير، سوء فهم. يقول جرير: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ثالثا، ابتسم، خل صدرك وسيع، لا تدقق، لا تشكك. يقول عبيد أبو اثنين: ابتسم واضحك وسولف للجميع، والهروج العوج لا تفطن له، والسنافي دائما صدره وسيع، والعلوم الكائدة قد له. رابعا، كن كريما في العفو والتماس الأعذار لأصحابك. يقول حمد مخلف: إلى جتك زلة من رفيق أنت وده، رفيقك اللي ما تعدد مزاياه، ادمح لها الزلة وحذرات ضده، ودور على عذرا يعذره تلقاه.